ذات مرة ينقل أنه عمل وباء مدينة العراق مدة طويلة وتحصد الملايين أو الآلاف عشرات الآلاف. طبعا عندما يجي وباء بعد واضح ما هي الحالة اللي تكون عند الناس، واحد ما يعلم إلى لحظات بعد حي أو ميت. جاء الوباء إلى مدينة النجف الأشرف، هنالك رجل متدين مؤمن يقول احنا توسلنا الى الله سبحانه وتعالى بسيد الشهداء واقمنا مجلس في ساحة من الساحات العامة، والناس انتهى المجلس والناس راحوا الى اعمالهم، وهو هذا الرجل كان متعب مرهق بعد عمل طويل، فيقول نمت هناك هو في نفس الساحة ما رحت للبيت. يقول في المنام رأيت ثلاثة مسلحين، واحد منهم أخذ يهاجمني وأراد أن يقضي علي. فيقول في هذه الأثناء صاحباه يعني المسلحان اللي كانوا وياه نهراه، قالوا له اترك هذا الرجل، أما ترى هذه الآثار؟ هاي الفرش بعدها مفروشة، فراش عزاء سيد الشهداء صلوات الله عليه. قالوا له اترك هذا الرجل ولنذهب إلى القرية الفلانية، قرية سماها ضيعة، الضيعة الفلانية. يقول أنا استيقظت من المنام مرعوبا، في صباح اليوم التالي كنت أترصد الأخبار، جاءت الأخبار بأن هنالك ثلاثة أشخاص من الضيعة الفلانية ماتوا في تلك الليلة، هذا الأجل الذي جاء، ولكن هذه المجالس وأن هذه الذكرى وأن هذه الزيارة أمان لأهل الأرض.